اذا النوع الرابع من الباور الكترونيك كومبوننتس هو الاي سي تو اي سي كونفرترز. في اكثر من نوع اي سي تو اي سي كونفرترز، حنركز بس على واحد منهم اللي اسمه الفيز كنترولر. اذا باخذ انا دائره اي سي، في عندي هون اي سي سورس وهذا في، خلينا نسميه في ار ام اس، ولو فريكونسي معينه 50 هرتز او 60 هرتز. بدي اخذ هذا الاي سي واعمله فاريشن بحيث اني اغير الاي سي ار ام اس فولتج اللي جاي من هون عن طريق اني اتحكم بتو باك تو باك، بنسميهم باك تو باك. ايش يعني باك تو باك؟ يعني كانهم معكوسين، او مرات بنسميهم انتي بارلل. فراح احط التعبيرين هذول باك تو باك. تمام، appear of back to back thyristors او SCRs، او مرات بنسميهم انتي بارلل وبير زوج. فراح نعمل، راح نحط واحد هون، هذا راح ياخذ، هذا راح يكون مهمته يتحكم من 0 ل 180، واحد ثاني معاكس له راح تكون مهمته يشتغل من 180 ل 160. هون عندي لود، بغض النظر اللود هذا شو هو، هلا هذا صار عندي، هذا عبارة عن AC to AC converter. أنا راح يدخل عندي هون VRMS، راح يقلل ال VRMS اللي موجود هون حسب إيش؟ إيش راح يتحكم فيه الآن؟ كيف راح أتحكم أنا بهذا الفولتج؟ إيش راح أغير؟ الفايرنج أنجل، راح أغير الفايرنج أنجل. فعندي هلا هذا هون، خلينا نرسمهم بهذا الشكل، خلينا أحط هون هلا كنترول بلوك أو كنترول كنترولر اللي هي فيز انجل كنترولر الفا، راح ادخل له الفا من هون. هذا راح ياخذ الان، راح يروح سيجنال لهون وراح يروح سيجنال ثانيه. هاي السيجنالز راح يتحكموا بالفايرنج انجل تبعت الكنترولر، راح ياخذوا بالنسبه لمين الفايرنج انجل بالنسبه لمين، من وين النقطه راح يبدوا يقيسوا من عندها؟ الزيرو. شو اسمها؟ الزيرو كروسنج. اذا الفا ريلاتيف، هذه نسميها زيرو كروسنج. كروسنج ايش يعني؟ تقاطع. اذا هدول راح يفتش، هذه اسمها زيرو كروسنج وهاي اسمها زيرو كروسنج. هاي الزيرو كروسنج مهمه بالنسبه لمين؟ اي واحد من هدول؟ وهاي الزيرو كروسنج مهمه بالنسبه لمين؟ للتالي. مش هيك؟ لانه احنا كنا عمال نقول هاي صفر، هاي 180 درجه، هاي 360 درجه. اذا هون احنا رح نعمل ديلي مقداره الفا من هاي النقطه، وهون رح نعمل ديلي مقداره الفا من هاي النقطه، ورح نعمل فايرنج للثايرستر. طيب كيف رح يطفي الثايرستر بعدين؟ لو فرضنا هذا ريزيستيف لود، هل رح يطفي لحاله ولا انا بدي اضطر اطفيه؟ لحاله. كيف؟ ايش راح يخلي بعد ما انا عملت فايرنج؟ يعني خليني افترض الان انه انا عملت فايرنج لهذا اول واحد، هي هون هون، فعند النقطة هاي انا عملت له فايرنج. لو هذا ريزيستيف لود شو راح يكون شكل الكرنت اللي ماشي هون؟ نفس شكل هذا الفولتج، مش هيك؟ مش هذا الفولتج اللي ضل عندي هون؟ ايمتى راح يطفي هذا الثايرستر او الاس سي ار؟ 180. عند 180، ليش عند 180 بهي الحالة؟ ايش احد الشروط اللي بخلي الثايرستر يطفي يعمل سويتشنج اوف؟ شروط النظام العادية، يعني شروط ناخذها. لازم يكون في الكرنت بين كيف بده يعمل سويتشنج اوف؟ في ثلاث طرق اخذناها حتى نعمل سويتشنج اوف، احدها ايش؟ نقلل التيار حتى ينزل الكرنت، الكرنت الفورورد كرنت من الانود للكاثود ينزل تحت اللاتشنج كرنت، اذا نزل تحت اللاتشنج كرنت شو راح يصير فيه؟ يطفي. هل هذا بيصير بشكل طبيعي هون؟ نعم، لانه هي هون الفولتج لما ينزل هون الكرنت راح ينزل عند الزيرو، لما يوصل عند الزيرو راح يطفي، هذا راح يصير الاوت فولتج زيرو لحد وين؟ لحد الفا الثانيه اللي هي تبعت النيجاتيف سايد. فعند الفا الثانيه تبعت النيجاتيف سايد بكون هذا صار نيجاتيف 380 360، بعمل فايرنج عند النقطه هاي فبعمل كوندكشن بيشتغل، فبصير عندي هون وين ترجع بصير زيرو لو هذا ريزيستيف لود عند النقطه هاي كمان لما الكرنت هو بصير زيرو او بصير اقل من اللاتشنج كرنت تبعت الانود كاثود.
هذا الشرط. ولذلك هاي الدائرة سهلة، أنا بس في حاجة أعملها switching on، ما في حاجة أعملها switching off. هي بتعمل natural commutation بطفي لما الكرنت يوصل زيرو بحالة هذا أو بحالة هذا. إذا أنا شو غيرت؟ إيش كان الانبوت عندي هون؟ إذا خلينا نطلع الفي انبوت، لو هذا فكرت فيه ككونفرتر، أي راح آخذ هذه هون، يعني خلينا أفكر فيه، خليني أرسمه ككونفرتر، راح آخذ هذا هيك، هذا الخط الأحمر رسمته حوالين الكونفرتر، ها؟ قبل الكونفرتر إيش فيه؟ الفولتج سورس. بعد الكونفرتر ايش فيه؟ اللود. اذا هذا الكونفرتر ايش حول؟ حول لي الانبوت فولتج. كيف شكل الانبوت فولتج؟ اي سي، مش هيك؟ حوله لايش؟ اي في اوتبوت. كيف صار شكله؟ نفس الشيء، اي سي بس بفايل. فانا كاني شلت منه القطعه هاي، مظبوط؟ كان شفت منه القطعة هذه. ايش اللي تغير؟ ايش هلا ممكن اي لاحظوا هذا البيك ما تغير هون. الار ام اس تبع هذا كيف بحسبه؟ كيف كنا نحسبه الار ام اس تبع هاي الفول؟ البيك على ايش؟ على جذر التنين. طب الار ام اس تبع هذا بدي اعمل له فورمولا. بقدرش اخذ هون اقسم هاي على لانه ايش؟ لانه في عندي القطعة هاي ميسنج والقطعة هاي ميسنج، ولو زدت الفارنج انجل شو راح يصير؟ رح يروح اجزاء اخرى من هاي، رح يروح اجزاء اخرى من هاي، مش هيك مضبوط؟ لكن هلا تغير عندي الار ام اس؟ هل تغير الار ام اس من هون لهون؟ تغير هلا مضبوط. هذا البيك ما تغير بس الار ام اس تغير. اذا انا غيرت الار ام اس فولتج لهذا السيستم باني غيرت الفايرنج انجل تبعي، فالفايرنج انجل هلا ممكن تزيد كمان. لاحظوا الفايرنج انجل بتوصل 150 مضبوط؟ اذا وصلت 150 قديش رح يضل عندي؟ وصل عندي 150، هذا كله راح يروح، وهذا كله هون راح يروح، راح يضل عندي بس هاي مظبوط. اذا انا بقدر، اذا الفارق عندي بالحاله هاي بين ايش وايش بقدر اغيرها؟ بين قديش وقديش؟ من صفر وقديش؟ 180. بقدر اغير 1000 من صفر ل 180. لو كانت صفر اللي بدخل نفس اللي بيطلع، لو كانت 90 شو بصير عندي؟ بروح هذا نص وبضل هذا النص، بروح هذا النص وبضل هذا النص، مزبوط؟ لو كانت 150 ما بضلش غير قطعة صغيرة، ولو عملت 180 خلص صار صفر أو صفر اللي طفيت، مش هيك؟ مالوش معنى. طيب في شغلة ثانية مهمة، هدول الفاين بلسز بدهم يوصلوا في وقت محدد، مش هيك؟ بالنسبة لإيش بدهم يوصلوا؟ تيار. يعني بالنسبة لإيش أنا عم بقيس ألفا؟ التايم. بالنسبة للزيرو كروسنج، إذا هذا الكنترولر إيش لازم يجي حتى يقدر يشتغل مزبوط؟ زيرو كروسنج. كيف بعطي زيرو كروسنج؟ بدي ادخل له هذا الفولتج ينسخ، بدي اعطيه نسخه من هذا الفولتج من هون، مش هو بده يعمل فارق بالوقت الصحيح؟ زي انت لو زميلك، انت وزميلك بدكم تلعبوا لعبه او تعملوا شيء، مش انت هو بده يعطيك اشاره وانت تعد من هذيك الاشاره وبعدين تعمل الشيء المطلوب، مثلا بدك ترمي كره او تعمل شيء، مزبوط؟ هل بينفع انت تغمض عينيك وترمي ايمتى ما بدك؟ ايش لازم تعمل؟ تستنى منه اشاره وبتعد من الاشاره، مثلا خلينا نقول مثلا 7 ثواني، وبعد ال7 ثواني بترمي. اذا ايش لازم هذا البلوك يجي؟ إشارة. لازم يجي نسخه من هاي. لو بدنا نستعمل السيميولينك تيرمينولوجي لازم يكون عندي هون فولتج سورس، وهذا لازم يكون. اذا شو صار يعمل هلا هذا الكنترولر؟ الكنترولر هذا بصير يطلع ايش من السيجنال؟ ايش اللي بيهمه من السيجنالز بس؟ لا ما بهمه الفولتج تبعه، الزيرو كروسنج. اذا هذا هون في زيرو كروسنج ديتكتر، بقول انه هلا صار الزيرو كروسنج تبع البوزيتيف، هلا صار الزيرو كروسنج تبع يعني هذا هون الزيرو كروسنج ما بهمه غير هدول النقاط، بهمه النقطه هاي مش هيك؟ في الزمن، وبهمه النقطه هاي بالزمن، هدول بيختلفوا الثنتين عن بعض مش هيك؟ ليش؟ لانه هاي لمين مهمه الزيرو كروسنج؟ لهاي السيجنال. وهاي لمين مهمه الزيرو كروسنج؟ لهاي السيجنال الثاني. فبهمه بس انه بالزمن اعرف انه هون في عندي زيرو كروسنج نمبر 1، زيرو كروسنج نمبر 2، زيرو كروسنج نمبر 1، زيرو كروسنج نمبر 2. لو ما حطيت اي فولتج، لو ما دخلت الفولتج هذا مش رح يعرف هذا الكنترولر امتى يعمل فارق، امتى يعمل يطلع البلس، مضبوط؟ يعني انا مضبوط قايل له الفا، انا لازم اعطيه الفا طبعا مش هيك؟ مش بدي اعطيه الفا؟ بعطيه الفا بس لازم كمان بالنسبه للالفا ايش اعطيه؟ زيرو. هذا بنسميه سينكرونايزد بلس جنريتر. ليش سميناها سينكرونايزد؟
لانه هو متزامن مع هاي هذا مش اي بلس جنريتر، لازم تكون سينكرونايز بلس.